التحية تتواصل مشاهدينا الأعزاء، والانطلاقات تستمر في هذا الصباح وفي هذا المهرجان الكبير، مهرجان سويحان لسباقات الهجن العربية الأصيلة، بإضافة أيضا من تسعيرة من هجن الرياسة التي قدمت أيضا هذه التسعيرة الأولى لملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة العربية الأصيلة. ينطلق مشاهدينا الأعزاء الشوط الثاني والعشرون الخاص بفئة الإبكار الشراية. جوائز هذا الشوط نقدية من المركز الأول حتى المركز العاشر. نتمنى للجميع التوفيق والناموس في هذه الانطلاقة وفي هذا التحدي الرائع والجميل والتنافس القوي والشريف ما بين المشاركين لاختطاف الفوز والناموس وتسجيل حضور مميز في هذا المهرجان وفي هذه الانطلاقات. نتابع المقدمة ونسير دائما مشاهدينا الأعزاء لدى مقدمة هذا الشوط وفي المركز الأول خلال هذه الانطلاقة وخلال أيضا هذا التحدي الرائع والجميل بمقدمة هذا الشوط وبالمركز الأول. مشاهدينا الأعزاء تأتي حملولة هنا على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول خلال هذا الانطلاق. الشاهينية اللي على المركز الأول مشاهدينا الأعزاء، أول الأشواط المفتوحة للشراية هنا الذي ينطلق أمام حضراتكم مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الأول الشاهينية لا سيد حمد بن مبخوت بن عيل المنهالي من يقدم هذا الاسم. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، قمرية تأتي على المركز الثاني، حمداب بن محمد بن حمد العامري. بينما المركز الثالث نتابع هنا المركز الثالث في هذه اللحظات بشعار بن عميرة من تتدخل على المركز الثالث. المركز الرابع وصول أيضا أرسنة على المركز الرابع للسيد اللي في المركز الرابع. هنا الوصول ايضا من حضور لسيد نايف بن حمد بن سيف العامري. المركز الخامس تدخل ايضا على المركز الخامس العزوم حميد بن مطر بن عميره الشامسي. بينما سادسا من الجانب الاخر هناك والدخول من شعار الكليلي تدخل على المركز الثالث في هذه اللحظات. هذا هو شعار سعيد بن محمد مبارك بن سعيد بن محمد الكليلي مع الظبي، خذت المركز الثالث في هذه اللحظات. بينما الوصول خطير هنا مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات البويضه لا سيد مبخوت بن سالم بن مبخوت المنهالي من تحتل المركز الرابع والمركز الخامس. شعار بن غدير سالم بن راشد بن غدير مع المركز الخامس. المركز السادس وصول ايضا مشاهدينا الاعزاء نسيم لا سيد ابراهيم بن سالم بن راشد المنصوري على المركز السادس. المركز السابع تدخل خطير مشاهدينا الاعزاء من ايضا جمره محمد بن حمد. من يقدم جمره في هذا الانطلاق؟ محمد بن حمد بن سعيد بن بنيه ايضا، وايضا شعار العامري هنا محمد بن محمد بن سالم العامري. الله منافسة قوية تبادل سريع لم يترك إلا للمجال في إعطاء العشر المراكز المتقدمة. راقبوا هذا التنافس، راقبوا هذا التحدي. الله العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة مقدمة هذا الشوط والمركز الأول. هنا من تتواجد على المقدمة الشاهينية لا سعادة محمد بن عتيق الرميثي من يعلن أيضا بانطلاقة شاهينية على مقدمة هذا الشوط. بينما المركز الثاني وصول أيضا في هذه اللحظات عنوان صالح بن خادم الزرعي من يقدم ايضا هذا الاسم بهذا الانطلاق. تدخل خطير للقايه هناك من شعار ممثل للسلطنه الدائم مع هذه الامتار الاخيره وبانطلاق رائع وجميل خلال هذه اللحظات البويضه. مبخوت بن سالم بن مبخوت المنهالي غيرت الى المقدمه، اعلنت بالانطلاق مع الصداره. وصول خطير للقايه، وصول خطير. وسام وسام حمد بن محمد بن سالم الوهيبي الله يا سلام اعلن بانطلاقه هذا الاسم من خلال هذا الانطلاق. وصول خطير للقاية مع هذه الأسماء. الظبي الظبي على المركز الثاني، سعود بن حمد بن سلطان الوهيبي، ولكن المقدمة الصدارة. وسام وسام تأتي على المقدمة، وسام مع ممثل السلطنة الدائم عاشقا لهذه الرموز يقدم الأسماء القوية يشارك في كل المحافل الثلاثية. سلام الأبيض سلام سلام ميدان الأبيض، وها هي وسام تقدم هذه العروض الممتازة مع الأمتار الأخيرة لا سيد حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني كان ايضا من نصيب الظبي لا سيد سعود بن حمد بن سلطان الوهيبي. والمركز الثالث في هذه اللحظات خلال ايضا هذا الانطلاق
الاتحاد كانت قرار لسيد حمد بن سعيد السالمين المنصوري. والمركز الرابع ايضا من نصيب ارصاد لسيد الدودو بن طبازه العمري، بينما المركز الخامس كان ايضا هناك من نصيب مشاهدينا الاعزاء الشاهينيه لسعاده محمد بن عتيق بن يمعه الرميلي. تهانينا والناموس لكل الفائزين بالمراكز المتقدمه خلال هذا الانطلاق، خلال ايضا هذا التحدي الرائع والجميل. ولكن استطاعت مشاهدينا الاعزاء وسام ان تسجل ايضا في هذا الانطلاق الرائع والجميل مع الامتار الاخيره لتهدي ناموس هذا الشوط لايضا حمد بن محمد بن سالم الوهيبي ممثل السلطنه الذي يقدم ايضا هذه الاسماء من خلال هذا الانطلاق. 4 دقائق و32 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسيد حمد بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الثاني. كان أيضا من نصيب مشاهدينا الأعزاء الظبي في المركز الثاني سعود بن حمد بن سلطان الوهيبي. توقيت الزمني 4 دقائق و33 ثانية و7 أجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث كان أيضا من نصيب مشاهدين الأعزاء قرار في المركز الثالث لسيد حمد بن سعيد آل سالمين المنصوري بتوقيت زمني 4 دقائق و34 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين بالمراكز المتقدمة.